في دائرة الخطر، طريق الحرير العالمي، العراق قلب المعادلة البحرية والبرية. الحديث عن العراق والطريق الصيني قصة وجع لها بداية لكن لا نهاية لها. العراق الممر استراتيجي لنقل النفط والغاز والبضائع من الشرق للغرب وبالعكس. انتخب الله سبحانه وتعالى الجغرافيا العراقية لتكون نقطة الوصل بين الشرق والغرب، غير الثروات الهائلة من النفط والغاز والمعادن. المهم الآن في التقرير طريق الحرير والعراق كمعادلة جغرافية وقلب استراتيجي للصين لتغيير الهيمنة الأمريكية على النقل البري والبحري في العالم. فما هو طريق الحرير؟ ولماذا العراق الممر الوحيد الحيوي لنقل التجارة العالمية والطاقة؟ وما هي العوائد المالية الجبارة للعراق من ذلك؟ ومن يقف بوجه هذا المشروع الكبير؟ ولماذا العراق لن يكون جزءا لهذه المعادلة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة من إكمال ميناء الفاو الكبير والدخول في هذا المشروع العملاق؟ وفي حال انضم العراق إلى طريق الحرير وتخلص من الهيمنة والخضوع لأسعار النفط كمورد وحيد اقتصادي للبلاد، ستكون الرؤية مغايرة عن المألوف. الليلة في دائرة الخطر، العراق قلب المعادلة البحرية والبرية، مع الخبير الاستراتيجي كريم بدر.